السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في المحل نتاع فولفوت. هذه مده ما جيت لهذا المحل وجيت نشوف الجديد اللي جابوا المحل نتاع فولفوت. بقاو معايا ودخلوا حتى هاد البلاطويات. هادو الشكل ديالهم تاع الحديده، كاين هكا الذهبي، كاين لون فضي. الثمن ديالهم 20 اورو. وكاين حتى هاد البلاطو، شوفوا هذا اللي كيجي هكا متقوب منه ب20 اورو. كاين فيه الفضي وفيه الذهبي، وكاين حتى هاد الديكورات اللي هما نتاع الحديده، كتحطو هنايا الشميعات. كاين الذهبي وكاين لون فضي، داروا ليهم 6 اورو. ودخلوا هاد الحامل نتاع الشموع اللي هما نتاع الحديده، كاين هنايا بلاصه فين تحطو شميعه. كاين اللون الاسود واللون الابيض، الثمن ديالو 2 اورو 50 سنت. وكاينين حتى هاد البلاطويات اللي هما صغيورين نتاع المرايا، وفيه هنايا هذا الديزاين، الثمن ديالهم 2 اورو و50 سنت. وجابوا حتى هادو، هاد الوريده نتاع الحديده فيه لا عقيق، كتحطوا فيها الشميعه لداخل، الثمن ديالها 7 اورو. كاينه هادي، وكاينين هاد الكؤوس اللي هما نتاع الشاش، كاين هاد اللون وهذا وهاد اللون، الثمن ديالهم 3 اورو. وكاين حتى هاد الكاس على شكل وريده هنايا من التحت، كتحطوا فيه الشميعات، الثمن ديالو 5 اورو باللون الذهبي. وكاين هذا الديكور اللي من نتاع الحديده والداخل نتاع الدجاج، اما تحطوا هكا ولا تحطوا فيه الشميعه اللي الثمن ديالو 8 اورو. وكاينين هاد الشوما، شوفوا هادو ديزاين ديالهم اللي هما شميعات، كاين اما هاد الشكل، كاينين هادو، هادو باورو 50 سنت، اما هادو ب 3 اورو، كاينين تاع 2 اورو. وكاينين هاد الفاز اللي هو من نتاع الدجاج من التحت نتاع الخشب، الثمن ديالو 3 اورو 50 سنت. كاين فيه هاد اللون او لا هذا وهذا. وكاينين هادو على شكل تاع برج ايفل اللي فيه 3 نتاع الالوان كما كتلاحظوا، الثمن ديالهم 3 اورو. وكاينين حتى هاد الباص اللي هو نتاع الدجاج، عندهم هنايا هاد الديزاين تاع الخيط، كاين فيه هاد اللون وهذا وهذا الشكل، هادو ب 4 اورو. وكاينين هادو هاد الكؤوس اللي هما صغيورين، كتحطوا فيهم الشميعات لداخل باورو 50 سنت. ودخلوا حتى هاد البلاطو على شكل 5 تاع الخشب، الثمن ديالو ما كيبانش ليا هنايا الثمن ديالهم. وكاين هاد الديكور اللي هو الكامل تاع الحديده اللي فيهم وريضات ب 10 اورو. وكاينين هاد الباص اللي هو صغير اورو 25 سنت. وكاين حتى هذا الديكور اللي هو نتاع البديع، واش كيجي منه، ب 7 اورو. كاين الاسود وكاين اللون الابيض. ودخلوا حتى هذه المرايه اللي من التحت نتاع الخشب، وها هكا في الدخله نتاع الدار، حيت كتعلقوا من التحت الجاكيطات او الشيلان، وفيها المرايه من الفوق، الثمن ديالها هذه 10 اورو. راه فيها حتى الالوان. وكاينين هاد الفانوسات اللي خدامين بالحجيرات تاع الدجاج منها، 12 اورو. كاين هاد اللون وكاين هذا. وجابوا حتى هاد الكره الارضيه، شوفوا هاد عجبات من حيت اللون ديالو رائع. كاين هاد اللون وكاين اللون الاسود، هادو كبارين ب 20 اورو، وهادو صغارين ب 7 اورو. وكاينين هادو اللي كنعلقوهم قدام الباب نتاع الدار اللي مكتوب عليه باللغه الالمانيه ويلكومن باي اونز تو هاوس، اللي الثمن ديالو 3 اورو 50 سنت. كاين هذا، كاين هذا الشكل زوين، شوفوا هذا ب 6 اورو. هذا عجبني، هذا عجبني. فيها باللغه الالمانيه ويلكومن باي فاميليا، وتكتبوا العائله ديالكم، يعني العائله نتاع المراه، ويقدر يكون العائله نتاع الراجل، ب 2 اورو و50 سنت. عجبني الشكل ديالو، رائع. واما في الجهه نتاع الاواني كاين بزاف ما يتشاف. غادي نبدا لكم بهاد البونبونيه اللي عندهم الغطاء ب 3 اورو، كتحطوا فيهم هكا السكر اولا الحلويات. وكاينين هاد دائما كيكونوا هنايا ب 3 اورو 50 سنت. وكاينين هاد الكيسان، نفس الكيسان اللي جابوا ديك المره اكسيو، اللي الدجاج ديالهم خفيف بحال بحال، كاين فيه هاد اللون وكاين فيه هذا، الثمن ديالهم 2 اورو و50 سنت. وكاينين هادو، غادي نقلبها وغادي تشوفوها. هذه اللي فيها 4، فيها 3 تاع
هكا زلايف صغاري مع الطبسي ديالهم هكا المكسرات المملحات او شي صوص داروا فيهم تخفيضات 3 اورو. وجابوا حتى هاد الطباسين كيجيو غارقين وتقالين الجاج ديالهم، الثمن ديالهم 2 اورو. كاين فيهم طباسين، كاين فيهم هكا الكيسان تاع اتاي، شوفوا هادو الشكل ديالهم رائع، باورو 25 سنت. وكاين فيهم زلافات اللي هما صغارين هادو ب 75 سنت. وكاينين هاد السواني نقولوا بلاطويات في الاول، حيت جيت هاد الجهه تاع بلاستيك، ولكن لقيت هادي اللي هي من تاع الحديده والداخل تاع الشاش باللون الاسود. هاد الصينيه الثمن ديالها 13 اورو. وجابوا حتى هاد بلاطويات اللي هما تاع الخشب، داك الخشب اللي هو ثقيل بزاف، الثمن ديالو 25 اورو. ودخلوا حتى هاد الكيسان، حنايا كاين الاضاءه شويه ماشي مجهده، كيبينش الحاجه مزيانه تاع الشاج. ومن عندهم هاد البلاصه باللون الذهبي، الثمن ديالهم 2 اورو 50 سنت. وكاين فيهم حتى هادو كيجيو شويه قصارين، حتى هما بنفس الثمن 2 اورو 50 سنت. وكاينين حتى هاد الكيسان، شوفوا هادو الشكل ديالهم 2 اورو 50 سنت. ودخلوا هادو، كل مره كيدخلوا شي ديزاين مختلف. هاد الكيسان باورو 50 سنت، كاين اما هذا اولا هاد الشكل. وكاين هادو زوينين الوليدات صغاري اللي فيه زلافه وفيها الطاسه لداخل، الثمن ديالهم 6 اورو. وكاين عندهم حتى هاد الكيسان اللي هما نتاع الكوكتيل، واش كيجيو ب 3 اورو هذا. وكاينين هاد القراعير اللي كتحطوا فيهم هكا زيت المائده او زيت الزيتون تاع الشاش 50 سنت. وكاينين حتى هاد القراعي، هادو زوينين، كيجي فيهم حتى هاد اللصاق باش كتكتبوا فيه، بحال الا درتوا فيه العطريه كتكتبوا هنا الابزار الملحه او الكمون. عندهم هنايا هاد الخيط منا، كاينين صغارين باورو و 25 سنت، كاينين الكبارين بجوج اورو. واما في هاد الجهه فين كاين اللوازم تاع الحلويات، لاحظت هادي، شوفوا هادي البنات اللي عنده هكا شي مناسبه او اللي كيدير هكا التورتات، فيها 3 ودوك دوك اللي كنحطوا عليهم التورته، ولكن اعراض منا ماشي هذوك اللي هما خفافين، 3 ب 8 اورو. كاين هنايا ما عرفت علاش هذا بوحده، واش كيتباع بوحده؟ شوفوا كيفاش عريض. كاينين حتى هادو نتاع السيليكون اللي كنحطوا فيهم هكا الشكلاط، 3 اورو. كاين اما هاد الشكل او لا نتاع القلب او لا هادو. وكاين حتى هاد الورق نتاع التورته ولا الكيكات، هادي مكتوبه فيها هابي بيرثداي باورو، هادو كاملين باورو. كاين هذا الى صوبتو هكا كيكه على شكل قلب، الورق ديالو مقطوع على شكل قلب. راه كاينه هادي اللي هي عريضه، شوفوا اللي كيعجبو هاد الورق يكون عريض ب 2 اورو 50 سنت، لكن هو صغير. وشوفوا هادي على شكل وريضه، كاين لون الاسود باورو. كاينه هادي الا مشيتو شي بلاصه درتو هكا شي كيكه بغيتو تهزوها معاكم ب 3 اورو. هاد العلبه عندها حتى الغطاء. كاينين حتى هادو اللوازم نتاع الحمامات، شوفوا هذا اللي كنحطو فيهم الصابون تاع اليدين، من نتاع الخشب ومن الفوق نتاع البديع، كاين الاسود وكاين الابيض، هذا ب 7 اورو. كاين فيهم حتى هادو اللي كنحطو فيهم فرشه نتاع الاسنان والمعجون نتاع الاسنان ب 6 اورو. هذا كيتفتح بحال هكا. وكما كتلاحظوا هادو هما الاشياء اللي جابوه الفود. غادي نخليكم في امان الله ان شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.